ماشي تنصب على امك في الصرف ديال 10 دراهم وتقول ايه انا نصاب، ايه انا عايق، ايه انا مجهد. النصب والاحتيال جريمه بحال وبحال الشفاره، غير هو باش تكون نصاب خاصك تكون فنان، ماشي غير خلط ونصب، خاصك تخطط وتهندس وتفكر وتبدع. اه كيف سمعت، والبطل ديالنا واحد من المبدعين شويه، وكنتي غتلقى سميتو في كتبه ديال العباقره وديال الفنان. سبق الزمن ديالو فترات كبيره، وافكاره ديال النص كانت سابقه للعصر ديالو. الا بغيتي تعرف قصه ديال اشهر نصاب في تاريخ العالم، تاريخ البشريه، هذه هي قصه. أول عملية نصب هي ماكينة ديال طباعة النقص، صندوق صغير إمكانيات كبيرة، 100 دولار كطبعها كل 6 سوايع، وبنادم طبعه كيطمع. صاحبنا كان فنان، ممكن تقول رسام كاع، طريقته في النصب كلها إبداع. من بعد ما كيقول لبنادم عندي واحد الصندوق كيطبع الفلوس، كيقول ليه دوماج الصندوق عندي فيه واحد ديفو، كيطبع الفلوس ولكن 100 دولار كل 6 سوايع، ثقيل هاد الصندوق عندي ثقيل. بنادم كيسمع 100 دولار كل 6 سوايع، عينيه كيبداو يتبهرقوا، أو بيعوا ليا ما عاجبكش اخويا بيعوا ليا. وفعلا كيبيع الصندوق، وفعلا الصندوق كيطبع كل 6 سوايع 100 دولار، 12 ساعه كيعطيك 200 دولار. من بعد داك 12 ساعه الاوراق كيقولوا يخرجوا خاوين مال الصندوق، ياك لاباس وبارك عليك، 200 دولار اللي كانت في الصندوق خرجها لك. ومن بعد 12 ساعه كيقلبوا على صاحبنا كيلقاوه مشى. 12 ساعه كانت كافيه انه يكون خوى البلاد، حتى كيبان في شي مدينه ولا شي دوله اخرى باسم وبكاركتر اخر. واحد النهار صاحبنا كان جالس في قهوه في باريس، جات ستون كيقرا الجورنال ديالو ترونكيل، حتى كتبان ليه واحد المقاله كدوي على برج ايفل وحالته كيف ولا مصدي وقدر يطيح كاع. فرنسا في ذاك الوقت عاد خارجه من الحرب العالميه الاولى، والحاله حاله الله، المصاريف ديال الاصلاحات والصيانه بزاف. اي واحد غادي يقرا هاد الخبر غادي يقراه عادي وغادي يدوز عليه مرور الكرام، الا صاحبنا مانت ليه الهمزه والتبزنيزه، وهنا غادي يفكر في واحد النصبه هي اشهر عمليه نصب عرفاتها البشريه وعرفها التاريخ. صاحبنا بان ليه برج ايفل في البلان، او تا كيفاش علاش ما نبيعش انا هاد البرج ايفل كاع، تا كيفاش غدير ليها برج ايفل مخليه ليك الوالي ولا وارثه ولا خالتك كنخلطو بيعو. صاحبنا بدا كيفكر وكيخطط وكيهندس، وفعلا صاحبنا جمع 6 من اكبر رجال الاعمال واحد الاوتيل راقي، اعطاهم واحد الكارت فيزيت ومعاه شي ورقات مزوره كيتبتو انه متحدث رسمي باسم الحكومه الفرنسيه، وانه نائب المدير العام لوزاره البريد والتلغراف. صاحبنا مواجد وعارف راسو اش كيدير، قال لهم الحكومه الفرنسيه بغات تصلح البرج ولكن الله غالب، فرنسا عاد خارجه من الحرب وحاله البرج ما بقات فيه ما يتشاف وتكاليف الاصلاح والترميم وبلا بلا، ولذلك قررنا وقررت الحكومه الفرنسيه هدم برج ايفل وغادي نبيعوه خورده بياس ديتاش حديد 7000 طن ديال الحديد. وباش يزيد يرقدهم قال لهم ان هذا الشيء اللي قلت لكم راه توب سيكري، سر من اسرار الدوله الفرنسيه، وان تسريب خبر من هذا النوع كيتعتبر خيانه للدوله الفرنسيه، انه ممكن يدير البلبله فتنة في الجمهورية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية اختارتكم لأنكم تجار معروفين بالسمعة الطيبة ووزنكم في عالم المال والأعمال. خوتنا دار لهم السماوي، بقاو غير حالين فمهم، وأن الدور ديالي أنا أنني نختار واحد فيكم هو اللي غادي يفوز بهاد الصفقة. كيدوي معاهم وراد البال ردات الفعل ديالو، كيشوف شكون هو أكثر واحد فيهم متحمس وأنتريسي للبيع وشري. صاحبنا ما مخلي حتى شي حاجة على السطح، موجد واحد ليموزين كان كارهها وضرب بهم دورة يشوفوا حالة البرج. كان أوندري بواسون واحد من التجار 6، وكان تاجر كبير ما معروفش باريس، قال صافي هادي البيعة اللي غدير ليا سمعة وهبة في السوق بين التجار لا ديال باريس ولا ديال فرنسا كاملة. المدام ديال أوندري ما اطمأناتش لهاد البيعة وحسات أن القضية فيها شي حاجة ما تماش. شنو زعما أوندري غادي يسمع الهضرة ديال مراتو ويدير بريها؟ أوندري حرفيا تبع داك الحكمة المغربية اللي كتقول شاورها وما ديرش بريها. صاحبنا من بدا كيحس بأوندري متردد تترقدو بواحد الفكرة جهنمية، اللي أنا أصلا غير موظف ديال الحكومة الفرنسية وما عندي لا جمل لا نقا في الموضوع. بدا كيشكي ليه ويتباكى عليه، وأن صفقة كبيرة بهذا الحجم ماشي غتعاود يوميا، وأن مسؤولية اختيار التاجر المناسب لهذ الصفقة ماشي سهلة. أوندري بالخف فهمها طايح، صاحبنا كيقلب العرش وهذا الشيء طمأن أوندري وقال بينو بين راسو أنها الصفقة مضمونة درتها في البتي بوش. وفعلا هادشي اللي طرا وهادشي اللي كان، صاحبنا باع البرج لأوندري ب50,000 دولار زائد 20,000 دولار رشوة، وصاحبنا شد باليزا فيها 70,000 دولار وشريو، شد أول تران غادي لفيينا وخوا البلاد. النعم ستنادي. المضحك والغريب في الأمر هو أن صاحبنا ولمدة شهر كامل هو كيتبع الأخبار، كيساين الصحافة الفرنسية تهضر على الموضوع ولا تعطي أوصاف ولا تنشر حتى شي صورة ليه، والو
واندري حس بالشمتة ومرضاش وزكيتو بقلبه وقال بينو وبين راسه وانا مشيت عند البوليس كاع شنو غادي نقول لهم شريت بورش ايفل ب $50,000 وعطيتو $20,000 رشوة يقدروا يشدوني انا الاول وفضيحتي تولي فضيحة ويولي ويقولوا هذا هو اللي شرى بورش ايفل نولي نكتة وضحكة للصحاب قبل العديان صاحبنا داز شهر من شاف القضية بردت وطمأن رجع لباريس باسم وكاركتر آخر نو صاحبنا هاد المرة زي ما غادي يدير عقلو ويقنع بداك الفلوس اللي عنده أوهو عاود نفس الخطة وبغى يبيع بورش ايفل للمرة الثانية وهبيل هذا مدوخ ولأنه لكل فرس كبوة ماشي كل مرة كتسلم الجرة هاد المرة التاجر اللي كان باغي يبيع ليه حس بشي حاجة وكان غادي يبلغ البوليس ولأن صاحبنا فحال اللي عنده شي ترمومتر كيعرف يختار ضحايا وكيحس بالخطر وكينسحب ديما في الوقت المناسب وسريو هاد المرة علق للولايات المتحدة الأمريكية صاحبنا راه كان عالمي في النص ما خلى حتى بلاصة وما قال حتى حد بدا بضرب البزاطم شوية رحلات السفن وخصوصا الناس برومير كلاس شوية المصرفيين شوية السياسيين ما خلت تحت وكان مطلوب في 40 مدينة أمريكية وشيكاغو بالضبط دار أغبى عملية ممكن يديرها بنادم قدر يقنع رئيس المافيا ديال شيكاغو آل كابوني يعطيه $50,000 باش يستثمرها في واحد الصفقة ديال الأسهم طمعوا أنه غادي يرد ليه المبلغ مدوبل في ظرف مدة شهرين آل كابوني حس أن القضية فيها إن ولكن ما تسوقش شكون يقدر يلعب مع السبع مافيوزي وكيهضر غير بالفرادة الناس اللي عمرهم سمعوا آل كابوني راه كاين فيلم بنفس الاسم كابوني بطولة الممثل العالمي توم هاردي باش تعرفوا علاش ولا من كندور صاحبنا ما كانش باغي يموت على يدي المافيا شد داك $50,000 وحطها في البنك عارف راسو واخا يهرب الكرش مو آل كابوني غادي يجبدو غادي يجبدو فعلا دا الشهر ورد الأمانة لمولاها كما هي آل كابوني عجبو الحال وقال ليه هاكا سيدي $5,000 ما تروح وفعلي من بعد هاد النصبة صاحبنا ولا عنده لقب جديد الرجل الذي خدع آل كابوني بشاخ راه قلت ليكم ود الهم عنده ترمومتر كيعرف مع من يديرها والأهم من هذا كيعرف كيفاش يديرها 1930 صاحبنا تعرف على واحد الكيميائي طوم شاو وقدر هو وصاحبنا يصم واحد لوحات ديال طباعة الفلوس المزورة ونشأوا واحد النظام يقدر يضخ $100,000 شهريا في جميع أنحاء البلاد وعلى مر الشهور ملايين دولارات المزورة كانت مغرقة السوق والاقتصاد الأمريكي لدرجة أن النظام المالي والمصرفي الأمريكي وثيقة الناس بهذا النظام بدات كتزعزع مسخوط الوالدين كان غيطيح اقتصاد بلاد على قدها المخابرات حماقت وعيات ما تقلب على صاحب دعوته محققين فيدراليين ولات المهمة ديالهم في الدنيا يقلبوا عليه وتبعوا آثاره منين داز وفين مشى بيتر اي روبانو واحد من المحققين اللي كرس حياته ووقته حتى أحلام ولمدة 5 سنين من المطارد وشد من هنا وهرب من لهيه وبالضبط في سنة 1935 بيتر اي روبانو هو اللي نال شرف القبض على صاحبنا إلا كنت كتظن أنه أخيرا صاحبنا تسلاو ليه ونال الجزاء دياله فاسمح لي نقول لك أنك غلط لأن هذا الانتصار العظيم اللي حققته الشرطة ما قدرش يدوم بزاف صاحبنا قدر يهرب من مركز الاحتجاز المانيع ضمن هاتف نوفمبر 1935 30. تقدم أخيرا للمحاكمة في واحد الجلسة ديال المحكمة قرب له أحد عملاء الخدمة السرية وقال له أنت أفضل رجل محتال عاش على وجه الأرض وبالإضافة لقصة البرج والصندوق اللي كيطبع الفلوس وقصة آل كابوني عشرات الحكاية والقصص الأخرى لسترو سميت صاحبنا مداد من ذهب كأحسن وأشهر محتال ونصاب على وجه الكرة الأرضية استخدم في عملية تزوير قرابة 47 اسم مستعار وحمل عشرات من جوازات السفر المزيفة وكان كيتحدث 5 لغات مختلفة بطلاقة صاحبنا سبق ليه احتال على مأمور الشرطة وجاب الضرائب بمدينة تكساس مبلغ $123,000 وكان أيضا واحد من ضحاياه أذكياء المقامرة في مدينة نيويورك وكان داليه $46,000 وكيبقى أشهر اسم تعرف به صاحبنا هو اسم الكونت فيكتور لوستيش هذا الشيء اللي سمعته اليوم شوية بزاف إلى قصة أخرى وحكاية أخرى دمتم سالمين وغانمين ومبدعين.